السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فنانين. أنا أسامة فتحي، وإن شاء الله دي المحاضرة الأولى من كورس الرسم بالفحم، واللي هنتكلم فيها عن الأدوات اللي أنا محتاجها عشان أقدر أبدأ أرسم بالفحم. فإن شاء الله الكورس هحاول أوفره بشكل كبير، إنه ينزل المحاضرة كل يومين على القناة هنا. يعني حاول بقى أنت بقى إيه، لو أنت أول مرة تتفرج علينا فأنت تكون مشترك ومفعل جرس الإشعارات عشان أول ما ننزل المحاضرة يوصلك إشعار بالفيديو الجديد. ولو انت مش موجود في قناة التليجرام او الانستجرام او مش متابعين على الفيسبوك، فانا هسيب لك اللينكات دي كلها تحت، لان قناة التليجرام مهمة جدا انك تكون موجود فيها. وكمان ما تنساش القناة التانية اللي هي معمول مخصوص عشان التدريبات والتمارين، اسمها ارسم ولا تتكلم، برضه هسيب لك رابط القناة في وصف الفيديو، وتقدر تشترك في القناة وتبدأ تطبق. وجروب الخاص بينا على الفيسبوك ده معمول ليكوا انتوا عشان تنزلوا الرسومات بتاعتكوا وتشوفوا التطورات. يعني انت بتحاول تشوف مستواك النهاردة من مستواك بعد كده. يعني حاول بقى ايه، يعني مش عايز اتكلم في القصة دي كتير، لكن خلينا نبدأ في النهاردة نتكلم عن الادوات اللي انا محتاجها عشان ابدأ ارسم بالفحم. طبعا الادوات كتير نسبيا، يعني هتلاقي مثلا يعني الموضوع بيخض شوية، مثلا لو ايه، لو انت بصيت له كده، يعني ادوات محتاجة فهم، نبقى عايزين نعرف ايه هي الادوات اللي هنشتغل بيها بالتفصيل وبهدوء خالص، ونبدأ نفرق ما بين الادوات اللي انا هحتاجها والادوات اللي انا مش هحتاجها. برضو هقول لك ايه البديل لو في حاجة مش موجودة معاك. خلينا نبدأ. اول حاجة محتاجها عشان ارسم بالفحم بديهيا خالص هي اقلام الفحم. انا عندي انواع كتير من اقلام الفحم اللي موجودة اصلا في المكتبات او موجودة عموما في العالم. دي الادوات او الاقلام اللي موجودة اللي اقدر اشتغل بيها في الفحم. خلينا نتكلم على اول نوع، واللي هو الام جي. يعني النوع ده الى حد ما كويس، هيكون افضل ليك كمبتدئ انك تجيبه. ولو ملقتوش متوفر، يعني هو بتلاحظ ان القلم بيكون بالشكل ده تقريبا، القلم ده شبه القلم الاستدلر، يعني في شبه، تقدر تقول الديزاين بتاعه شبه قلم استدلر. يعني ده كويس، ده نقدر نقول عليه كويس، كويس مش ممتاز. يعني في البداية هيطلع معاك نتيجة كويسة. طيب القلم اللي بعد كده اللي ممكن تجيبه وتشتغل بيه هو قلم مارس. يبقى احنا اتكلمنا عن الام جي، خلاص بقينا عارفين النوع ده، ده كويس تقدر تشتغل بيه. والقلم اللي تقدر تشتغل بيه وتجيبه انت كمبتدئ هو القلم مارس. هتلاقيه مارس طبعا بالشكل ده، هتلاقي كلمة مارس مكتوبة مارس، ولازم تجيب الدرجة بتاعته تكون سوفت. يعني احنا هنشتغل بسوفت. هنا برضو نفس الكلام، يعني هو بيبقى فيه 3 درجات، الميديوم والهارد والسوفت. احنا بنشتغل بالسوفت دايما، او ممكن تجيب ميديوم لو انت مش لو ملقتش المتوفر سوفت ممكن تشتغل بميديوم عادي، لكن الافضل الافضل انك تجيب السوفت. طبعا هنا بيكون في 3 درجات برضو، اللي هو الميديوم والسوفت والهارد. هنلاحظ كده لو انا بصيت على القلم الام جي ما بيبقاش مكتوب كلمة سوفت كده صريحة زي المارس، بيبقى في موجود العلامة دي والعلامة دي. طبعا عشان هو صيني فاحفظ ان العلامة دي تكون هي السوفت والعلامة دي هي الميديوم، بس ما تحفظش اكتر من كده. يعني تعالى بقى بعد كده، يعني انا واخد بالترتيب من الاسوأ الى الافضل، يعني ده اقل حاجة. تمام، ده اقل حاجة تقدر تشتغل بيها اللي هو الام جي. بعد كده لو حابب بقى تطور من نفسك هتبدأ تشتغل بالمارس على طول. المارس ممتاز جدا وبيطلع نتيجة كويسة. بعد كده بعد ما خلاص انت هتبدأ بقى تطور من نفسك اكتر وهتبدأ تشتغل بيه الفيبر كاستل. الفيبر كاستل ده يعني شركة فيبر كاستل عادية عاملة قلم فحم. طبعا انا شغال بالميديوم وممكن تجيب السوفت. طبعا القلم ده ممتاز جدا لو جيت تقارنه بالمارس او الام جي. تعال بقى على القلم الايه اللي هو خطير ما ينفعش يبقى فيه كلام، وهو الافضل على الاطلاق في الفحم، هو قلم الكونتي. الكونتي يا شباب ده افضل قلم هترسم بيه في الفحم. يعني هو القلم ده، وهنلاحظ ان القلم ده السمك بتاعه يعني تخين شويه عن المارس. يعني لو مسكت مثلا قلم المارس هلاقي ان القلم ده رفيع كده كأنه قلم رصاص عادي، لكن القلم ده تخين كده في السمك بتاعي. جميل،
ده بالنسبة للقلم. يبقى أنا أفضل حاجة بالنسبة لي كونتي، لكن مشكلته الوحيدة إنه سعره غالي. مفيش مشكلة لو أنت حابب تجيبه وتجرب أو تجيب المرس. طبعا المرس هو أكتر حاجة هتلاقيه متوفرة. الفيبري كاستل مش دايما هتلاقيه متوفر في المكتبات، يعني مش هتلاقي دايما فيبري كاست الفحم متوفر في المكتبات، والإم جي كذلك مش هيكون متوفر. فأكتر حاجة متوفرة هي المرس، وأرخص حاجة تقريبا هي المرس والإم جي، يعني دول أرخص اتنين. لكن افضلهم على الاطلاق لو عايز تشتغل فحم وتطلع نتيجه افضل بكتير فاشتغل بالايه بالكونتين. المارس هيطلع معاك نتيجه كويسه برضه. هنا بقى في حامل القلم ده، عشان طبعا القلم لو خلص معاك فاحنا مش هنرمي القلم، يعني وصل للحجم زي ده كده، هنبدا نستخدم الحامل عادي او ماسك القلم. طبعا الجزء ده بيبقى تخين شويه عشان قلم الكونتي، تبدأ مثلا تحط كده وتبدأ تطلع لفوق فهو خلاص يمسك القلم، فده كويس. لازم تجيبه عشان القلم لما بوصل حتى هنا احنا مش هنرمي القلم، يعني انت مثلا شاري قلم بخمسين او ستين جنيه وفي قلم بيبقى مثلا بتمانين جنيه فمش هنرميه يعني خلاص، فلازم تجيب الماسك ده. بقى ده دي قلم فحم. طيب هنحتاج برضو واحنا بنرسم بالفحم قلم رصاص جنبنا كده، يعني قلم رصاص كتخطيط مثلا هنشتغل بيه ال HB او اي حاجة، لكن القلم الاساسي اللي يكون موجود معايا هو قلم استدلر بلاك 8B. قلم استدلر بلاك 8B هو بيكون قريب من خامة الفحم شوية لكن لبعض الاستخدامات، هعرفك هي ايه ان شاء الله في المحاضرات اللي بعد كده. واحنا كده خلصنا من الاقلام، تعالى ندخل على البراية ازاي انا هبري الاقلام دي. طبعا لو انت جربت تمسك قلم المرس وتحاول تبريه وتعمل السن رفيع كده وطويل، مستحيل هتقدر تعمله بالبرايه العاديه. يعني انت مثلا لو جبت البرايه العاديه او جبت القطر فبنسبه كبيره مش هتعرف تبري القلم. اسهل قلم هتعرف تبريه او يعني القلم الاسهل هو مرس، يعني انت لو جربت تبري القلم ده يعني هيبقى افضل بالنسبه لك انك تطلع السن بتاعه كويس، عشان كده هو الخام بتاعته صلب شويه على عكس الكونتي. يعني انا لو شغال مثلا بقلم كونتي مش هعرف ابريه، مش هعرف ابريه خالص لا بالقطر ولا بالبرايه العاديه. تمام. طيب انا هبدا اشتغل ايه؟ اشتغل بالبرايه المكتب اللي هي دي كده، يعني البرايه دي. فلو انا شغال بالبرايه دي هتطلع القلم مظبوط، ودي افضل حاجه انك تبري بيها اقلام الفحم. دي اللي هتخلي السن يكون رفيع، هتخلي لك السن يكون رفيع بالشكل ده كده، وكمان مش هتتعب، يعني مش هتتعب في المعاناة انك تجيب الايه القطر وتبدأ تبري. فبصراحة انا جربت كل الادوات اللي ممكن اشتغل بيها في موضوع بري القلم. افضل حاجة هي البراية المكتب، فان شاء الله هشرح لكم ازاي ابدأ اشتغل بيها، يعني ازاي ابري بيها القلم. فخليني مثلا خليني دلوقتي نعمل تجربة صغيرة كده ان احنا نحاول نبري القلم ده ونشوف السن بتاعه، او نبري مثلا قلم قلم موجود مثلا او قلم الام جي ده، هنحاول نظبط السن بتاعه. يعني هو بايظ طبعا مستحيل اظبطه بالقطر. لو انت يعني خلاص شفت فيديو واتنين وتلاتة على اليوتيوب بيحاول يعلمك ازاي تبري القلم بالقطر فصدقني الموضوع صعب وهتخلص القلم. لو جربت تبريه بالبراية العادية، طبعا انا نصحت قبل كده كالمبتدئين انك تشتغل بيه البراية الحديد دي، فيها فتحة صغيرة وفتحة كبيرة، لكن القلم صدقني السن بتاعه هيبوظ على عكس البراية دي. لو انا جربت ابرد بالقلم ثواني. طيب يا شباب خلينا بقى نحاول نبري القلم. انا جبت الطفاية بس كده تمام، وهبدأ ابري القلم. طبعا احنا مش هنعرف نبريه بالقطر، خلينا متفقين ان احنا مش هنعرف نبريه بالقطر. تمام. وده قلم فحم، يعني السن بتاعه بيبقاش زي الرصاص، بيبقى بودر ممكن ينكسر منك على طول. فانا هبدا ابري القلم، للاسف السن بتاعه اتكسر، يعني هو اتكسر ده اكيد، ده اكيد لازم ينكسر. وهنلاحظ يا شباب ان الهري بتاع القلم بيبقى خشن كده، فصدقني مش هيبري اطلاقا. كل ما هتبري هتلاقي السن بيهري كده او بيتكسر بالشكل ده. لو جربت تبريه بالقطر، يعني هنجرب بقى ايه. طبعا البرايه فشلت، يعني كده البرايه فاشله معانا خلاص. مش لو جربت تبريه يعني هتحاول برضو تشتغل بهدوء برضو، بس هتلاحظ ان السن مش هيوصل معاك للشكل ده، مهما تعمل مش هتعرف توصله للشكل ده، وهياخد معاك وقت والقلم هيخلص وحوار. طيب تعالى بقى نجرب البرايه المكتب،
يعني يعني افضل حاجه تبري بيها آلام الفحم هي البرية المكتف. فاحنا هنحاول نبري مع بعض. شايفين طبعا السن عامل ازاي، هنحاول نبري مع بعض. تمام بالشكل ده. هي بيبقى لها حامل كده بنثبتها، في المكتب على فكره. تمام، ونطلع القلم. يعني السن بتاعه لسه ما بقاش رفيع، ممكن نرفعه اكتر من كده. هقول لك بس ان الموضوع البرية دي غالية شوية لكن تستحق الصراحة. ما اعتقدش ان في براية او قطر في العالم هيخليك، واتحداك يعني اتحداك انك توصل للسن ده. يعني انت شايف القلم بقى عامل ازاي، وده قلم فحم، يعني ده قلم فحم. فدي بصراحة عمرها ما خذلتني في موضوع ان انا ابري القلم. فاختراع يستحق انك تشتريه، يستحق انك تدفع فيه فلوس. هي غالية شوية او شويتين لكن اشتريها، هتساعدك كتير وانك تبري القلم وتخلي السن بتاعه كده، يعني كانك كانه حقنة حرفيا، وده السن اللي انا ما كنتش عارف ابري. خلاص احنا كده خلصنا موضوع القلم، وخلصنا موضوع ازاي ممكن ابري القلم. خلينا ننتقل لآلام الدمج. طبعا كلنا عارفينها، مش محتاجين كلام عنها كتير، وانا شرحتها قبل كده. آلام الدمج بتقول لصاحب المكتب انا محتاج آلام دمج بس، يعني بندمج بيها الرصاص، ومهمة جدا في الفحم. تعالى على الحاجة التانية اللي بنستخدمها في دمج الفحم، هي الفرشة والقطن. يعني ده قطن عادي، لو انت رحت لاي صيدليه واشتريت قطن هتشتري القطن ده، طبعا بنستخدمه في الفحم، واقول لك هنستخدمه في ايه ان شاء الله في المحاضرات اللي بعد كده. وبرده استخدم اعواد القطن، اعواد القطن اللي هي الودانات، برده بنشتغل بيها في التسيح او الدمج. تعالى بقى نتكلم عن الفرش، واللي هي يعتبر العامل الاساسي في الرسم بالفحم. فمن اهم الحاجات الفرش. تعالى نشوف الفرش كده. طبعا لو انت لسه او ما يعني لسه ما اشتركتش في القناه، فحاول انك تشترك وتفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك فيديو جديد اول ما بننزل على القناه ان شاء الله، يوصلك اشعار. اتاكد ان مشترك وموجود معانا في قناه التليجرام. اول نوع من استيكه اسف من الفرشه هي النيكد 3، الشكل ده اسمه نيكد 3. تمام، يعني لو احاول اركز كده، احاول بس نغير الفوكس بتاع الكاميرا، مش عارف بقى احنا كده بوظنا الدنيا خالص يعني. طيب نغير بقى ايه، نرجع تاني، ثبت الفوكس بالشكل ده. تمام، يعني دي الفرشه، ده اول نوع. دي فرش ميك اب، يعني النوع ده كويس جدا. والفكره بتاعته ان الشعر بتاع الفرشه ناعم، وانا بجيب المقاسين الصغيرين دول، يعني انا ما بحتاجش اكتر من كده. والكيرف بجيب واحده ايه، الشعر بتاعها بيكون على هيئه كيرف، ما بجيبش اللي هي خط مستقيم. يبقى اول نوع معايا في الفرش هو ده اللي هو نيكد 3. طيب النوع الثاني من الفرش هو ماك، ودي برضو فرش ميك اب مهمه جدا. فرشه ماك بصراحه يعني ممتازة. أنا بقى بشتغل بالحجم الكبير ده، وبجيب الفرشة الصغيرة دي. الفرشة دي ممكن أعمل بيها الشعر. تعالى نفهم الفرق ما بين الفرشة الدائرية، يعني مثلا دلوقتي أنا معايا فرشة دائرية، الفرشة الدائرية دي بستخدمها في تظليل البشرة. طيب الفرشة اللي بتبقى جاية بخط مستقيم ما بستخدمهاش في البشرة، لا أنا بستخدمها في تنعيم الشعر أو رسم الشعر. بقينا فاهمين الفرق ما بين الفرشتين. طيب ده النوع الثاني اللي هو ماك. في نوع ثالث من الفرش برضو اللي ممكن اشتغل بيها في الفحم، واللي هي كيب سماين. الفرشه دي نزلت شويه برضو، كانت موجوده في المكتبات وانا اشتريتها، مش عارف هي موجوده ولا لا، بس اعتقد موجوده. الفرشه دي ممتازه جدا، يعني ناعمه جدا وسميكه. لو ركزت معايا كده هتلاقي الفرشه دي، وانت ممكن بس تقول للراجل بتاع المكتبه انا عايز فرشه فحم، فهيقول لك تفضل الفرشه دي. فالفرشه دي كويسه جدا. تعال بقى على الحاجه اللي تقدر تشتريها وتوفر المجهود ده كله في الفرش، هو طقم الفرش ده. يعني الفرش دي
ممكن تروح المكتبة وتقوله أنا محتاج طقم فرش فحم، فهيديك الطقم ده. يعني الطقم ده مش غالي، تقريبا عامل 70 أو 65 جنيه حاجة زي كده. والميزة بتاعت الفرش، نكمل تاني، أنا آسف على الدوشة، برضو في دوشة برة يعني مش عارف ده ايه. ماشي خلينا نكمل، هكمل برضو مهما يحصل هكمل. خلينا نكمل، اطلع الفرش بس كده اوريك حاجة. بص، اول حاجة الفرش دي بتتميز بحاجة، يعني حاجة مهمة، السمك ده قوي، يعني ادخن من الايه، ادخن من الفرش النيك دي، يعني ادخن، لو لاحظت هتلاقي ادخن، وده بيديك احساس كويس جدا وانت بترسم، وبتشيل معاك بودر الفحم، تشيل معاك بودر كويس قوي. طبعا في منها احجام، فانا طبعا بستخدم الصغير دي في البشره، ودي يعني الاثنين دول بستخدمهم في البشره عشان هم دائريين. طيب اللي بتبقى جايه بالشكل ده كده، خط مستقيم، اللي بتبقى جايه خط مستقيم بالشكل ده بنستخدمها في الشعر. وبكده نكون خلصنا موضوع الفرش، وان شاء الله نتعلم ازاي نستخدمها وازاي نظبط. طيب في حاجه مهمه برضو انا اتكلمت عنها، وهي بودر الفحم، يعني بودر الفحم اللي هو ده انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، مش هتكلم في الادوات، لكن هو يعتبر من اهم الادوات. طبعا احنا هنرسم ازاي من غير بودر، فتقدر تدخل على اليوتيوب بس وتكتب بس بودر الفحم، هتلاقي او تكتب مثلا بودر الفحم اسامه فتحي، هتلاقي الفيديو بتاعنا موجود، شرحت فيه بودر الفحم الانواع اللي تشتغل بيها وازاي تعمله في البيت. ولو انت عايز تدخل على قوائم التشغيل هتلاقي الكورس ده موجود في قائمة التشغيل لوحده، وهتلاقي المحاضرة الخاصة ببودر الفحم موجودة، تقدر تتفرج عليها وتفهم ازاي بعمل بودر الفحم. وبأكد عليك لو انت مش عامل لايك للفيديو فاعمل لايك، يعني انا مش عارف انت مستني ايه كل ده، فحاول تعمل لايك عشان احس ان الفيديو عجبك، او ان الفيديوهات اللي بعد كده نطور فيها، وقول لي رأيك في التعليقات تحت محتاج ايه. خلينا نروح بقى لحاجة تانية غير الفرش، وهي الاستيكة. واول ما نتكلم على الاستيكة لازم نتكلم على الاستيكة الصلصال او الاستيكة الفحم. هي طبعا لما بتشتريها ما بتكونش كده، دي هنستخدمها ومهمة جدا انك تشتريها. الاستيكة بتبقى كده، يعني انت لما بتشتريها هتلاقيها كده، انا معايا واحدة جديدة اهيت، مش عارف هتتفتح ازاي بس هي جديدة. تمام، انت لما بتشتري الاستيكة بتبقى بالشكل ده، يعني بتكون بالشكل ده. طبعا انت بقى ايه بعد ما بتطلع عينها وبتهلكها بتكون معاك بالشكل اللي هو ده، فدي استيكة الفحم. طبعا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير قبل كده. الاستيكة العادية برضو ممكن نستخدمها لكن مش كتير. وتعالى بقى على الاستيكة المهمة جدا، وهي استيكة المونو زيرو، والاستيكة اللي بعدها استيكة الكهرباء او الاستيكة اللي بالكهرباء، ودي بتبقى يعني عملاقة كده وتقيلة في ايدك، ولما بتضغط مثلا على الزرار ده بيبدا السن بتاع، يعني السن الصغير ده بيبدا يتحرك، هو نفس حجم المونو زيرو، لكن دي بتشتغل بيه الكهرباء، فبتساعدك في بعض الاماكن انت مش قادر تمسح ومش قادر تحرك ايدك، ولو مسحت هتبوظ الدنيا وبتبقى محتاج تفاصيل دقيقه جدا، يعني دي بتمسح تفاصيل دقيقه جدا، مجرد انك بس بتضغط على الزرار ده، يعني هتسمع صوت ال مش عارف صوتها كده وهي بتلف، مش عارف هيكون واضح ولا لا، فركز كده لو مثلا هنا مش عارف هي بتلف، بس انا مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، احنا ممكن نجربها على حاجه مش وقته يعني. بس الاستيكة دي مهمه جدا وبيتسهل علينا التفاصيل، لكن السؤال هنا لو انا طبعا هي غاليه فمش يعني هي بتبقى غاليه شويه، لكن السؤال هل اجيبها لو انا معايا فلوس مثلا على قدي وحابب اشتري استيكة استفيد منها، اجيب المونو زيرو ولا اجيب الاستيكة الكهرباء او البطارية؟ نصيحة، هات المونو زيرو وما تجيبش الاستيكة الكهرباء. المونو زيرو مهمة جدا يعني بنشتغل بيها في حاجات كتير، على عكس الاستيكة دي طبعا من مارس، على عكس الاستيكة الكهرباء، يعني هو احساس جميل بصراحه انك تمسح بيها، لكن هي مش مهمه على قد ما المونو زيرو مهمه. فلو انت مش معاك الفلوس بتاعتها او انت معاك فلوس على قدك تقدر تشتري الاستيكه دي، تقريبا عامله 200 جنيه او 150 جنيه مش عارف، تشتري الاستيكه المونو زيرو
هنستخدمها كتير. في بقى بديل للاثنين هو استيكة الفرشة، وانا اتكلمت عن الاستيكة دي قبل كده وشرحتها بالتفصيل في فيديوهات، تقدر تدخل على كورس اساسيات الرسم، وفي كورسات كتير في القناة تقدر تتفرج عليها اتكلمت عن الاستيكة دي. والاستيكة دي بديل للمونوزيرو، يعني هي تقريبا عاملة 20 جنيه رخيصة جدا، بنجيبها ونبريها، هي اصلا عبارة عن قلم فبنبريها ونبدأ نمسح بيها. ده طبعا بتبقى سنون بنركبها للاستيكة، يعني مثلا انا عايزها تكون السمك بتاعها يكون كبير شوية او السمك بتاعها يكون صغير. طبعا انا دايما ما بشتغلش بالكبير، انا مش عارف الكبير ده لازمته الصراحة، احنا دايما شغالين بالصغير. واخر مرة هحاول العب، يعني مش عارف الصوت واضح ولا لا، بس انا بحاول اسمعك ان هي بتلف. بس دي بالنسبة للاستيكة. تعال بقى للحاجة التانية، وهي القلم الجل او قلم الدوكو. مهم جدا يبقى معاك قلم جل زي ده كده، ده قلم جل، وبرضه مهم جدا يبقى معاك قلم دوكو. الاثنين بيعملوا نفس المهام تقريبا، يعني ما احنا بس بنحتاجها عشان نعمل لسعه الاضاءه بعض التفاصيل البيضاء او الاضاءات البيضاء اللي بتكون قويه وصغيره في نفس الوقت، فبنستخدم قلم الجل وقلم الدوكو. تعال اقول لك سريعا ايه الفرق ما بين القلم الجل وقلم الدوكو. قلم الجل هو ممتاز جدا، لكن لو انت هتشتري الاصلي فاهلا بيك، اهلا بيك في عالم الاغنياء، لان القلم الاصلي تقريبا بيبقى عامل 200-300 جنيه وما بيكملش معاك يعني حاجة، بيخلص بسرعة. طيب عشان كده بنروح نجيب الصيني ابو 20 جنيه، وللأسف النتيجة بتاعته ما بتبقاش حلوة. طيب عشان كده بقى في قلم تاني دوكو، السن بتاعه بيكون رفيع، هتلاقوا الاسم ده كده سنومان موجود اهوت، سنومان ده الاسم بتاعه، وده اللي انصحك بيه، قلم ممتاز جدا والسن بتاعه بيكون رفيع جدا نقدر نشتغل بيه. يعني لو عايز اعمل نقطة، بس مجرد ان انا بعمل كده وببدأ اعمل في اللوحة بتاعتي النقطة اللي انا محتاجها، وده قلم دوكو وايت متوفر واسمه سنومان. اجيب لك اسمه كده عشان تبقى عارف القلم و خلاص فاهم انت هتجيب ايه. ده بالنسبة لقلم الجل. اعتقد كده فاضل حاجة واحدة، وهي الورق اللي هنبدأ نشتغل عليه. ممكن تشتغل على ورق طباعة، يعني انت متخيل انك هتشتغل على ورق طباعة بالفحم؟ لان الفحم بس محتاج ملمس ناعم، ما ينفعش اشتغل عليه على اشتغل بخامة الفحم على ورق خشن، فاشتغل على ورق طباعة، او ممكن اجيب ورق كانسون زي ده كده. طبعا ورق كانسون بيبقى سميك شوية، او ممكن تجيب فيبريانو او بريستول، بصراحة البريستول برضو كويس جدا في الفحم وناعم وبيديك نتيجة كويسة. لكن المتوفر واللي هتلاقيه اكتر موجود هو الكانسون، اسف، هتلاقي ورق الكانسون وورق الطباعة برضو تقدر تشتغل عليه. بكده نكون خلصنا الادوات اللي ممكن نشتغل بيها في الفحم. اتمنى يا رب لو الفيديو عجبكم تكتبوا لي تعليقات وتقولوا رايكم في الفيديو، وان شاء الله هنبدا ندخل بقى في الجد ونبدا نرسم مع بعض في المحاضرات اللي بعد كده. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتتابعنا على الفيسبوك والانستجرام والقناه الجديده ارسم ولا تتكلم، وقناه التليجرام لازم تكون موجود فيها عشان انا ببعت الملاحظات وباخد رايكم اغلب الوقت في اي حاجه هتنزل على القناه، باخد رايكم على قناه التليجرام. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو أو نهاية المحاضرة، وأنا عارف إن الفيديو كان طويل، بس كان لازم أشرح الأدوات بشكل تفصيلي عشان بعد كده ما يبقاش في حجة قدامك إنك مش عارف أداة معينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.